على خلفية ما شهدته قرية الرشاد بقضاء المقدادية من أحداث دموية أخيرة، خرج ذوي الشهداء بتظاهرة سلمية وقطعوا الطريق الرابط بين خانقين وبغداد للمطالبة بالكشف عن الجنات وضمان حقوق ذوي الضحايا وجرحاهم. أصحاب ذوي الشهداء القرية المنكوبة، الجريمة البشعة التي حصلت قبل أكثر من 30 يوم، اليوم خرجوا باعتصامات سلمية بقطع الطرق المؤدية إلى قضاء المقدادية بالكامل. كان هناك مطالب لقرية رشاد وهم ذوي الشهداء. المطلب الأول هو حضور رئيس دولة الوزراء إلى مكان الحادث للاطلاع على الأمور وعلى مجرياتها، والطلب الثاني هو التحقيق العاجل في هذه الجريمة البشعة ومتابعة المجرمين الذي قاموا في هذا العمل الإرهابي وأدت إلى استشهاد هذه الكوكبة الكبيرة من أهالي قرية الرشاد قضاء المقدادية. وعود كثيرة وعدت بها الحكومة المركزية لذوي الضحايا، لكنها بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ. فالمتظاهرين أكدوا إن اعتصامهم سيبقى مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم على أرض الواقع. حقيقة من صالة الحادث لحد اليوم كثير من الوفود اجت، من رئاسة الوزراء، شخصيات من البرلمان، شخصيات حكومية، شخصيات سياسية، حضروا وانطينا كل المطالب لهم. لحد هذا اليوم يعني ما يقارب راح يكون 40 يوم تقريبا على الشهداء، أي مطلب لحد الآن من مطالب الشهداء لم تنفذ لحد هذه اللحظة. فأنت اليوم أكيد يعني أنت كمواطن عراقي، كإنسان تسكن محافظة ديالى بكل العراق، إلك مطالب، وعدد الشهداء مو عدد هين، يعني ما يقارب راح يصير 17 شهيد. احنا انطينا مهلة يومين، يومين بعد اليومين راح يتطور الأمر، لا فتح الطرق نهائيا ماكو، هذا أمر مستحيل. يعني هسه قبل شوية جاء قائد الشرطة والعديد من الوفود، يعني أكدنا لهم بأن فتح الطرق هذا من سابع المستحيلات إذا لم تلبي المطالب اللي ذكرناها لهم، فما ينفتح الطريق وراح يتوسع، راح يتوسع. يعني أنطينا مهلة يومين بعدها راح نتقدم للمحافظة. تسويف المطالب المشروعة لذوي شهداء مجزرة الرشاد دفعت الأهالي للخروج بتظاهرة سلمية وقطع أهم طريق استراتيجي لتشكيل ورقة ضغط على الحكومة في بغداد. من محافظة ديالى عبدالله الباش، قناة الرشيد الفضائية.